صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نظام يحدد شروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف وكيفية اعتمادها وممارسة نشاطها. ويحدد هذا النظام عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق منحة الصرف لغرض السفر إلى الخارج للعلاج الطبي، نفقات المهمة ونفقات الدراسة والتدريب. بمناسبة اليوم العالمي للتوفير، أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كناب بنك عن إطلاق بوابة إلكترونية جديدة ومنصة رقمية لطلبات التمويل في إطار عصرنة خدماتها الإلكترونية. وتعرض البوابة الإلكترونية الجديدة كامل عروض ومنتجات البنك مع قائمة تتضمن عدة أقسام لتسهيل الوصول إلى العروض المخصصة للزبائن من الأفراد والمهنيين والمؤسسات، كما تقدم خدمة مساعدة الزبائن على طيلة أيام الأسبوع للإجابة على أسئلة الزبائن والمواطنين. أصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة 10 دنانير جزائرية، حيث ستكون من صنف أحادي المعدن، وهو فولاذ غير قابل للتأكسد، لونه رمادي فولاذي. وسيكون الموضوع الأساسي في وجه القطعة هو الطاقات المتجددة متمثلة بالشمس والكثبان الرملية والمولدات الهوائية والألواح الكهروضوئية ورمز طاقات المستقبل. كما سيكون ظهر القطعة منمنما بعلامات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية. انطلقت أمس عمليات التلقيح ضد أنفلونزا الموسمية للمقيمين بدور المسنين في إطار الحملة الوطنية لتلقيح الفئات الهشة. ولهذا الغرض اقتنت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التضامن 2 مليون جرعة لقاح موجهة بالخصوص للفئات الاجتماعية الهشة، حيث سيتم التكفل بالعملية بتوجيهات وزارة الصحة كل المؤسسات المعتادة من مستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية والصيدليات الخاصة التي سبق وأن أسندت لها هذه المهمة. رفعت مصر جميع أسعار فئات البنزين للمرة الثانية خلال العام الجاري، فيما أبقت على سعر السولار دون تغيير بدءا من اليوم. ووفق بيان صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فإن الزيادة في سعر البنزين الأقل جودة وبنزين 92 بلغت 1.25 جنيها لكل لتر، فيما بلغت الزيادة في سعر بنزين 95 جنيها واحدا. هذه الزيادة تستهدف تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه بالسوق المحلية، كما قد يساهم تثبيت سعر السولار في عدم تفاقم التضخم في مدن مصر بسبب قفزة أسعار الغذاء. سجل مؤشر خاص لنشاط قطاع الخدمات في الصين نمواً دون التوقعات خلال أكتوبر الماضي، مما زاد من علامات الضعف التي تظهر على مسيرة البلاد نحو الانتعاش الاقتصادي، حيث ارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات إلى 50.4 نقطة في الشهر الماضي مقارنة ب 50.2 نقطة في سبتمبر، وكان ذلك أقل من إجماع توقعات المحللين الاقتصاديين البالغ 51 نقطة، إذ تشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى تحقيق توسع عن الشهر السابق، فيما تبين أي قراءة أقل من ذلك حدوث انكماش اقتصادي.